فقط. العمل فيها نعم بنص الحديث، فالعمل في هذه الأيام أفضل من العمل فيما سواها، حتى وهذا من العجائب نعم يعني تجد بعض الإخوة وفقنا الله وإياهم لكل خير الله. يجتهدون في العشر الأواخر في رمضان اجتهادا كبيرا في قراءة القرآن، في كثرة ذكر الله، في قيام الليل. هذه الأيام أفضل من تلك الأيام إلا ليلة القدر الله بنص الحديث، فهذه الأيام أفضل، حتى أن النوافل في هذه الأيام أفضل من النوافل في أيام عشر ذي الحجة، في عشر ذي رمضان. فالصيام في هذه الأيام فاضل، لكنه في رمضان أفضل لأنه فريضة، فريضة. فالفريضة مقدمة على النافلة، صحيح. لكن الفريضة هنا أعظم من الفريضة هناك، والنافلة هنا أعظم من النافلة هناك، فالمسلم يجتهد في هذه الأيام أكثر جميل. من اجتهاده في تلك لكن الأيام. أحسن.